كيف الجو؟ أكيد، كيف الجو والتفاصيل مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت ماركو هيبي. صباح الخير أستاذ مارك. صباح النور. يعطيك يعطيك العافية. العافية. ماشي، الله يعافيكم. يعني بس تشت الدنيا بيروح الدش فهمنا، بتروح الكهرباء فهمنا، بس هلا في عنا الانترنت كمان بيروح. أوه، كل شيء ايه بيختفي، كل كل شيء شيء بلد عايش بتش دغري على المي. كله بيتش. ايه بتش دغري على المي. استاذ مارك، تأسنا للساعات ما المقبلة. يقوم يروح التليفون هلا. لا ممكن دخيلك. كله عرضة. الو الو، ايه فش الخط كمان، فش الخط. ايه الواحد هو عم بيحكي على التليفون بده ينتبه ما ينزل له شي نقطتين مي كمان. تفضل. نعم، لكن بالوقت الحاضر نحن عم نشوف سوا على الشاشه في عندنا هيك كتله بارده، حطينا حدودها بخط لونه ازرق موجوده غرب لبنان، او بالاحرى على وسط المتوسط تقريبا. نعم، ونحن عرضه لتاثيراتها بالوقت الحاضر. لبنان على لبنان بالدائره الحمراء، وهالمنخفض يلي معه كتل بارده رغم انه بعيد، تاثيراته علينا عم بتكون على شكل غيوم امطار، عم بتكون غزيره ببعض الاحيان، صار في عندنا غطول عم بيكون كبير بالفتره من الليل لحد صباح اليوم. نعم، يعني في مناطق تجاوزوا 30 40 ملي بهي الليله مبدئيا. نعم، فاذا الامطار رح تكمل معنا، الثلوج عم بتساقط على حوالي 1300 متر 1400 متر، وبالمناطق الداخلية صارت ما دون ال 1300 متر تقريبا على ال 1200، ومرشحة بعد تنخفض شوي الأمطار خلال هيدا النهار. نعم نعم تفضل. بالنسبة لبكرة السبت، هالكتلة اللي شايفينها على الصورة رح تنتقل شوي باتجاه الشمال، رح تبلش تنحسب، يعني ما رح تكفي باتجاه يلي حتى تصير لبنان، رح تنحسب شمالا. لهالسبب بكره متوقع يكون في امطار بالفتره الصباحيه مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراره، هالامطار رح تكون متفرقه صباحا وشوي شوي تنحسر خلال فتره بعد الظهر. يعني الويك اند احلى، الويك اند احلى يعني شوي، يعني الويك اند رح يكون اخف. مضبوط، يعني الحصه الاكبر هي حصه اليوم الجمعه. اوكي، ويوم الاحد رح جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره، واعتبارا من بعد الظهر رح يكون غائم مع رياح ناشطه، وممكن يكون عندنا لقاء مع بعض الامطار المتفرقه اعتبارا من ليل الاحد الثلاث. نعم. من حيث توزيع درجات الحراره بمختلف المناطق لليوم، المناطق الساحليه رح تتراوح فيها الحراره بين 8 و 15 درجه، بالمناطق الجبليه من 3 الى 11، وبالداخل من 6 درجات الى 12 درجه. الكميات المتوسطات لو اعطيناها اليوم، في عندنا ليله امبارح لم تحتسب بعد، فبدون هيدي الليله صار في عندنا بمنطقه طرابلس صار نازل 478 ملم، ببيروت 430 ملم، وبالبقاع 322 ملم. هلا من ناحيه درجات الحراره كيف رح تتغير بالايام اللي جايه، عم نشوف على الرسم قدامنا انه الحراره الى ارتفاع بين الجمعه للسبت والسبت للاحد والثلاث. الرياح رح يكون اتجاهها جنوبي شرقي خلال الليل، اما بالنهار فبتكمل جنوبيه غربيه ناشطه مرافقه الامطار طبعا. الانقشاع عم بيكون متوسط على الساحل، سيء على الجبال بسبب الضباب وبسبب الثلوج والامطار. نعم. وهلا عم نشوف كمان صور بالقسم الاعلى من الصور، عم نشوف المناطق اللي فيها برق ورعد، كل علامه حمراء او نقطه حمراء او علامه فلوس هي برق او رعد عم بيحصل. بنلاحظ انه كل الساحل اللبناني وحتى الداخل والجبل كله مغطى بهالنقط الحمراء، في عندنا برق ورعد شامل كل لبنان. وعلى صوره الرادار النصف الاوطى الاسفل من الصوره، بنلاحظ انه في عندنا غيوم عم نشوفها بالالوان الخضراء يلي بتوسطها هالنقط الصفراء. الاصفر هي الكتل يلي فيها غيوم مع امطار، امطار عم بتكون بين معتدله وغزيره ببعض الاحيان، كمان مغطيه تقريبا كل لبنان. فهذا هو وضع الحال بالنسبه لليوم. نعم، نهار مبهر بامتياز. شكرا، الى ان تهدأ الامور سبت واحد. نعم.
هذا كل شيء. هذا كل شيء. شكرا لك استاذ مارك وهيبي رئيس مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت لكل عاملين في هذه المصلحه.